ناري مانكا، لازم تروحي وتشوفي المكان. يا لطيف، كتير واسع وله حديقة كبيرة وإطلالة حلوة. الله رح يفتحها عليه لعاصي ويعطيه من نعيمه وما يقصر بنوب. ايه مبين كل شي عم يتطور بسرعة، ماني مصدقة. شلون؟ والله بتعرفي، المصاري اللي كانوا مرميين على الأرض ببيتهم من فترة لساتهم قدام عيوني، واليوم رح يفتحوا مدرسة. رؤية شريكته فيها هذا عمل جكارة والله. ما قلتي لي شو رح يعملوا؟ مو قلت لك مدرسة موسيقى؟ ناريمان لما بحكي سمعك وين بيكون؟ عم تسمعك طبعا يا حب، والهيئة ما بدها تفهم بنوب. قلت لهم رح نساعدكم بالشغل. كلمة نجي نساعدكم هي مين بتشمل فخرية؟ عم تحكوا عن مدرسة عاصي يا بنات؟ روحي ساعديهم، ليش لا؟ مدرسة حارتنا وضروري تساعدي. يا الله عن جد ضحكتيني. والله إذا بتوقع قنبلة بالحارة رح تقولي هي قنبلة حارتنا قلنا. أنا ما بروح، ما تقنعيني فخرية. ما بيهمني مدرسة مين ما كانت، أنا شو إلي علاقة؟ رؤية وعاصي رح يفتحوا مدرسة. شبكي كأنه تضايقتي من هالكلمة؟ بدك يحكوا عليكي أهل الحارة؟ روحي طبعا. لك شو فيها؟ بحجة الشغل والتنظيف منروح ومنشوف الوضع. فخرية مالي خلق بنوب، انتي اذا بدك روحي انا ما بدي روح معك. غلطانة يا ناريمان، لازم تروحي، اذا ما رحتي كل اهل الحارة بيشتغلوا فيكي باذن الله. والله ما بيقصروا فيكي ناريمان، انتي ادرب اهل الحارة بيحكوا كتير. ما رح اختي لحالي ولا خطوة من دونك، وانا ما بخلي حدا يقول على رفيقتي ويحكي عنا انها غيرانة مثلا، رح خرس العالم. ليلى، انتي كمان ليش ما بتجي معنا؟ منه كمان منشوف شقفة مسح الغبرة بإيدك، ومنه بتتعلمي الشغل. الله يسامحك، بدك سكرتيرة شركة على سنه رمح تشتغل بالغبرة؟ عذريني مو إلي هالشغل، بس انتي بصفتك بتحبي شغل البيت، برأيي خلينا نشوف شغلك على المزبوط. ليلى، خير شبكون؟ الحقيقة المرة صعب تسمعوها. عمو فايز، قلت لناريمان إنه نروح على مدرسة عاصي كرمال نساعدهم بكم شغلة، ردت علي بابا ما بيسمح لي. فخرية، بس أنا قلت له عمو فايز بيعرف منيح شو يعني مساعدة الغير وما بيكسر لنا خاطر. عمو رح تسمح له؟ أكيد بسمح له، لازم تساعدوا أهل حارتكم، هنن أكيد بحاجتكم بهيك وقت. يلا شرفي حنروح. يلا فخرية، شو بدي أقول لك؟ يلا يعيننا عليكي. قولي الله يساعدنا لأنه الشغل عم ينطرنا. استني، طريقكم مروا على الدكان، خدوا شي مشان ياكلوه، حرام بيكونوا جاعوا من كتر الشغل. دين دين. يلا. شو عجبك المكان؟ ايه حلو، مو قايل شي، بس انتي ليش متحمسة كل هالقد؟ ما عم بفهم. ناريمان انتي بتعرفيني، يعني لما بيكون في شغل فورا بتحمس وما بقدر اضبط حالي. رح اعترف لك بشي بس بدون ضحك، بدي بلش فتش على وظيفة عبي فيها وقتي، انتي بتروحي على المرسم وانا على طول بالبيت، لا شغلة ولا عملة، عم اطق روحي. ليه بدي اضحك فخرية؟ اشتغلي طبعا، هيك بتطلعي من الحارة لغير جو. قولتك احسن ما انقبر فيها. يا ريت لو اطلع من هون. يلا. شبك، وين الفرشاية صغيرة؟ ليك على الطاولة موجودة قدامك مو شايفها؟ وقفي إذا تعبتي، شو رأيك ترتاحي؟ والله من كتر مو فرحانة مو حاسة بالتعب. الله يقويكن يا شغيلة. يعطيكن العافية. شكراً. قلنا لحالنا بتكون جوعت وجبنا لكم أكل معنا. من وقت ما كنت صغير كنت بتحلم بهالمكان عاصي. ايه
عاصي وأنا عنا حلم مشترك بيني وبينه، هو اللي جمعنا سوا. لازم الواحد يبلش يحقق حلمه طبعاً. نحن كمان رح نبلش بالتنظيف من شي مكان. ايه معناتها ما صعب، فيك تبلشي. شو شكلها ما بتلقى مزح؟ هاتي